تعجبني صراحة أبو نتلي، يعني كان صريح معك وقال لك على الثمن حتى في خسارة النصر. أنا أقول النصر يمكن بحاجة أكثر للمباراة، لكن الأهلي بحاجة أكثر للبطولة. النصر قد يعود وسيعود يعني بحالته الفنية وإمكانياته الكبيرة حقيقة على مستوى اللاعبين ولا المادية، سيعود منافس قوي للدوري حتى رغم الخسارتين، يعني هذا أنا شيء واثق منه. الأهلي على وضع الحالي رغم الفوز رغم تحقيق النقاط الكاملة في الدوري، إلا أن الدوري سيبقى صعب على الأهلي تحقيقه. أنك تحقق بطولة كأس الملك واللي متمرس فيها الأهلي، أنا أقول إنه الأهلي بحاجة لمثل هالبطولة، لأنه الأهلي اهتز بشكل كبير يعني في الموسمين الماضيين، كان عنده اهتزازات كبيرة على المستوى الإداري على المستوى الفني على مستوى الثقة بين الجمهور وبين الإدارة. فالبطولة بالنسبة للأهلي راح ترمم أشياء كثيرة وراح تصلح كثير من أحواله حقيقة. شوف أنا رغم إمكانيات النصر العناصرية ورغم إمكانياته المادية ورغم العمل الجبار اللي قاعدة تقوم فيه الإدارة، إلا أني بدأت يعني ألاحظ أنه الإدارة بدأت تهتز ثقتها في نفسها حقيقة. جالسة تحت الضغط الجماهيري، وكان ضغط كبير جدا يعني من أنصار النصر. أنت تحس أنه خسارة بكرة إن حدثت للنصر طيف الاستقالة يلوح في سماء فيتوريا؟ شوف أو اللي قاله إيه فيتوريا كان بيقال قبل يومين إلا نص، يعني ما كانت الشائعات ولا كان الحديث اللي قبل يومين من فراغ، كان سيقال إلا مثل ما قالوا عرفت يعني شيء بسيط. فأنا أتوقع أنه أعطيه فرصة مثلا الأخيرة أو أنه مباراة الأهلي تكون الفرصة الأخيرة له. لكن أنا أقول لك أن التردد اللي بدأت تلحظه في عمل إدارة النصر واضح أنها تقع تحت الضغط الجماهيري. أنت تتكلم عن إعادة بيتروس في اللحظة الأخيرة تحت الضغط الجماهيري والإعلامي النصراوي. طيب أنت كنت شايله من حساباتك، ليش هالتغيير المفاجئ؟ حتى لو مع وجود صفقة رائد الغامدي ما أعتقد أنها كانت سبب، كانت العلة في الضغط الجماهيري وخاصة يعني من أنصار الفريق. فيه نقطة أيضا، بلعب الجامعة اليوم إعلانه في توقيته قبل هذا كان توقيت ممتاز. أنا مع إدارة النصر لكن واضح أنه أيضا تحت الضغط، أعلنت عنه اليوم لتجمع الصفوف من جديد، تجمع صفوف النصر قبل مواجهة الأهلي 48 ساعة. في شفنا اليوم استنفار نصراوي، شفنا اليوم دعم نصراوي كبير جماهيري إعلامي، مباركة لخطوات الإدارة، فيها يعني شيء من عودة الثقة حقيقة للإدارة. أنا أتمنى إدارة النصر وقلتها قبل كذا وأكررها الآن، وقد وجهت الرسالة لعبد الرحمن الحلافي هنا ووجهها مرة ثانية له، لا تستمع إلى عرفت الرأي الجماهير العاطفية. أنتم قاعدين تقدمون عمل جبار لم يحدث في تاريخ النصر سابقا، نتائجه قد لا تظهر بشكل مباشر لكنها تحتاج إلى الصبر، وكل ما قدمته عمل يعني حقيقة محترف وعمل إداري ممتاز قد ينقصه التوفيق وهذا وارد. لن تحتكر ولن تسيطر، وهذه كانت الإشكالية النصراوية، أنه سقف التفاؤل وبعض النصراويين أوحوا أنه خلاص النصر بيكوش على كل شيء. ما في فريق يكوش على كل شيء، الاتحاد في يعني مثل ما قالوا عزة ما كوش على كل شيء، كان الهلال ينافس، الهلال في قمة عطاءاته ما كوش على كل شيء، ما في أحد يكوش مهما كانت إمكانياتك مهما كانت الفرق الفنية. أنت تتكلم عن فرق منافسة وتتكلم عن تاريخ أيضا لفرق أخرى، فما راح تكوش على كل شيء، قد لا تتوفق في هالبطولة لكن راح تحقق. واضح أن العمل عمل جبار يحتاج إلى وقت.